السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل.com. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ من الفقرة الأولى في المقاطع المتداولة. ناشد النازحون في مخيمات الخازر وحسن شام الجهات المختصة وأهل الخير للالتفات لأوضاعهم الإنسانية الصعبة بعد عدم توزيع مادة الغاز الأبيض المستخدمة للتدفئة وكذلك السلال الغذائية منذ نحو 3 أشهر في ظل انخفاض درجات الحرارة، فضلا عن انقطاع الكهرباء عن المخيم ليلا، حيث يعاني النازحون أوضاعا صعبة في ظل التجاهل الحكومي لمعاناتهم وعدم تهيئة مدنهم المنكوبة وإعادة إعمارها. دعونا نشاهد. هذا مخيم الخازر، الناس شوف بدون كهرباء بدون غاز، هذا المخيم شوف العالم بدون غاز بدون كهرباء، العالم ذبح الموت. هذا سدنا الدنيا لي، شوف لاكو غاز ولاكو كهرباء، اشوف الظلمة. نبقى مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى مأساة يعيشها النازحون. أفادت مصادر محلية أن طفلة نازحة توفيت بسبب برودة الطقس في محافظة نينوى. أوضحت المصادر أنه بسبب انخفاض درجات الحرارة الكبير في ناحية حمام العليل جنوب شرقي المحافظة، توفي طفلة صغيرة لعائلة نازحة تقطن في مسجد قديم في الناحية، مؤكدة أن العائلة النازحة لا تمتلك وقودا للتدفئة بسبب شدة فقرها، حيث تعيش وضعا إنسانيا صعبا للغاية. دعونا نشاهد. بعد متابعتنا لهذه اللقطات الصعبة لأب يقوم بدفن ابنه أو ابنته، دعونا نتابع بعض من التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. السالم يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، سيأتي اليوم الذي تشخص فيه الأبصار ويحاسب كل مسؤول عن تقصيره في العمل الملقى على عاتقه، الله يرحمها برحمته الواسعة ومسكنها جنات النعيم. في تعليق من أحمد يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني بلد مليان نفط وموارد طبيعية، تالي طفلة تموت من البرد، حسبي الله ونعم الوكيل. محمود يقول: قرة عين السياسيين اللي يقودون البلد، حسابهم عند الله عسير، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لوليتا تقول: حسبي الله على كل برلماني وكل وزير، الوقفة طويلة أمام رب العالمين والكل مسؤول عن ذلك. هذه جزء من التعليقات، هناك كما قلنا تفاعل عراقي كبير بشأن هذا الموضوع، خاصة أن العراقيين يعيشون في بلد ثري للغاية، غني جدا، فيه موارد طبيعية لا تحصى، لكن مع هذا يموت أطفاله وأبنائه جوعا وبردا وعطشا وغيرها. ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام، إلى كارثة أخرى يعيشها المجتمع العراقي بسبب إيران وأدواتها. أظهر مقطع مصور طلبة مدرسة ما يسمى شهيد المحراب الابتدائية في الديوانية، وهم يرددون هتافات تمجد بالإرهاب الدولي قاسم سليماني بسبب مديرهم، أو هذا الشخص الذي يقف هنا أمام حضراتكم على ما يبدو أنه مدير المدرسة، في خطوة عدها مراقبون بمثابة تسميم لعقول الأطفال وتلويث لفكرهم وجعل الإرهابيين أبطالا وقدوة في نظرهم، رغم مخالفة ذلك لقوانين اليونسكو في منهج التعليم. دعونا نشاهد ونستمع. Let's go.
يذكر أن قاسم سليماني الإرهابي الدولي وأبو مهدي المهندس إرهابيان دوليان مصنفان كذلك وموضوعان على قوائم الإرهاب الدولي في الأمم المتحدة ولدى الولايات المتحدة، وارتكبا مجازر قبل احتلال العراق وبعد احتلال العراق ضد العراقيين وضد عرب. دعونا نتابع بعضا من التعليقات التي وردت بشأن هذا المقطع. بشار يقول: مدرسة تعليم العمالة وخيانة الوطن. هالة تقول: لا عتب، هذا مستوى التعليم بالعراق. أحمد يقول: هسه الطلاب راح يحفظوا نشيد وطني على التعليم السلام بالعراق، هي خربة بقت عليك يا معلم الأجيال. أمير يقول: تستلم راتب من الدولة العراقية وعايش أنت وعائلتك بخيرات العراق، والعراق مسوي فضل عليك وعلى أجداد أجدادك، تالي تيجي تهتف لشخص أصلا مو عراقي، جريمة والله. لو أكو قانون لحاكمك وأرجع بيك أيام المنفى، لو أكو قانون حاكمك ورجع بيك أيام المنفى وأنفيك. طيب، هذه جزء من التعليقات. التعليم في العراق سيء للغاية، والعراق خارج تصنيفات جودة التعليم، خاصة بالنسبة للتقييم الأخير الذي تم إصداره في مؤتمر دافوس لتقييم جودة التعليم في العالم. العراق خارج التصنيف، وربما يكون السبب هذه النماذج. دعونا ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر. رصد مواطن عراقي خطأ في تركيب أعمدة الإنارة في قضاء الشطرة في محافظة ذي قار، بالرغم من التكلفة العالية المخصصة لتنفيذ مد الأسلاك وفقا لنفس المواطن. دعونا نشاهد كيف ربطت الأسلاك وما هو الخطر المترتب على ذلك في هذا المقطع. السلام عليكم اخوان، هذا الكورنيش مال الشطرة، هاي الإنارة ماتته وشكلوها جديدة. شوفوا الخطأ اللي بيها، هاي ب55 مليون، هاي الأعمدة ب55 مليون بس تسليك الوايرات. هذا المكان لازم يصير بيه الربط مال الوايرات الحار والبارد. الجماعة بيش مسوينه؟ عاطينا بهاي المنهولة. شوفوا هذا الربط زين ولا لا؟ شلون يصير هذا؟ أقل مطرة، هاي فتحة شوفوها، هاي الفتحة المنهولة هاي مو مضبوطة، هي تعبر ماي 100%، يعني كلهن عطلة دني، كلهن عطلة. ناشد من بالله، شوفوا إنها بالله، شوفوا لها حل. ليش ب55 مليون بس تسليك وايرات؟ هذا الحل صحيح ولا؟ هل بتنتبهوا لها الجماعة، مدير البلدية يا المشرف عليها؟ لنتابع بعضا من التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع. لدينا تعليق من علي يقول: كل العتب على المهندس المشرف، أما مرتشي أو قليل خبرة. عبد الإله يقول: هاي مقصودة حتى تحترق ويعاد تصليحها، يعني فساد. أبو حمزة يقول: المقاول أعطى المالات للأحزاب، فشي يريد يسوي ما حد يحاسبه. وعلي يقول: يحاسب المهندس اللي يوقع على استلام المشروع ويحال إلى محاكم إذا ما طلع المقاول مرتبط بحزب. ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام الآن ضمن نفس الفقرة، لكن هذا آخر مقطع لدينا. نظم ثوار تشرين في محافظة كربلاء مبادرة بعنوان خذ ما تحتاجه للمتعففين وذوي الدخل المحدود. فكرة هذه المبادرة جاءت من خلال تخصيص جدار قرب ساحة الأحرار لوضع الملابس والمقتنيات بعد غسلها وتنظيفها لكي يأخذها من هو بحاجة إليها، في خطوة لتعضيد التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع العراقي. لنشاهد هذا المقطع. الثوار تشرين في كربلاء قرب ساحة الأحرار، اليوم نصبوا هذه الملابس من أجل الأطفال اللي ما عنده يجي ياخذ منا انا، وايضا هم اللي محتاج ملابس مال الشغل او يحتاج فد شيء ياخذه منا انا، يقدر يلبس مثل قماصل مثل اي شيء. نبقى مع الاخبار الجيده والايجابيه في العراق، لابد لنا ان نطرح
هذه الأخبار وهذه المقاطع عندما نجدها في محافظة ذي قار، تحديدا قضاء الشطرة. عثر عامل عراقي على مبلغ من المال قدره 117 مليون دينار عراقي، بالرغم من أن هذا العامل يتيم الأب والأم غير متزوج، إلا أنه ضرب مثالا للشاب العراقي الملتزم بأخلاقه بعد إعادته المبلغ لأصحابه. لنشاهد. حمود من لقيت 117 مليون ايش ما اخذتي؟ وانت يتيم وما متزوج وقاعد. حلال حرام وزرافتني شو اسوي؟ حمود يقول انا اخاف من الله، ويقول ما اخذت الفلوس لاهلي، خاف استطمع بيهن وضموهن بالكشخ خطيه بالضبط، ورجع الامانه لاهلها، ونريد الباقي من شبابنا اهلنا، خاف يصادفوا معي الحاله. هلا حمودي يصير لهم قدوه 117 مليون، هلا واحد غير الاقيهن وهو يتيم وقاعد بالتجاوز ولا متزوج، يجوز يشيل يحط بغير منطقه. فاحنا نقول للمحافظات هاي طيبه اهل الشطره وهاي غير اهل الشطره، واحنا بخدمه الطيبين. وحمود بارك الله فيك، والله يكثر من امثالك. طبعا الجماعه اجوا واخذوا الفلوس وقالوا له حمود ايش تريد اخذ مني فلوس؟ قال لهم لا عمي. لنتابع الان بعضا من التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشان هذه الحالات الايجابيه التي تتواجد في العراق. عبد الله يقول: هذا العراقي الاصيل، هو هذا ديدنهم، لانهم اصلاء وحليبهم طاهر، ان شاء الله في ميزان حسناتك ويعوضك بمكانهم. أبو أحمد يقول: هذا اختبار الله له ونجح في الاختبار، فهنيئا له هذا النجاح، والله لا يضيع أجر المحسنين. أبو أحمد يقول: بارك الله فيه وبكل شخص يحافظ على أموال الناس والله يرزقه. آخر تعليق لدينا من هادي يقول: والنعم منا أبو الغيرة، خلي يشوفون السياسيين، خلي يشوفون، هل ينظرون؟ هذه جزء من التعليقات مشاهدينا الكرام، نراكم بعد قليل مع فقرة أنت ترى. أهلا بكم من جديد. وردنا عبر خدمة أنت ترى التي تقدمها قناة الرافدين لحضراتكم مقطع لمعاناة أهالي منطقة الهاشمي في قضاء العزيزية من عدم وجود جسر للمشاة، الأمر الذي تسبب أو يتسبب بين الحين والآخر بحوادث سير. مؤخرا توفي طالب في الصف الأول المتوسط بحادث سير بعد خروجه من مدرسته وانتهاء دوامه. دعونا نستمع لمناشدات الأهالي. هسه الساعة بالخمسة ونص وحلت الطلاب المتوسطة، وهذا طالب بالأول المتوسط في الهاشمي عبر الشارع، هسه بالأول متوسط دعمه، وهاي السيارة اللي دعمتها اللي قدام، هاي السيارة خطية بالسايبة دعمه ما يدري، هنا اللي كانوا قريبين على الحادث شلون حلت الطلاب؟ حلت الطلاب، هي حلت الطلاب بساعة وجا عبرت بقوة، عبرت بقوة الطلاب ودعموا، لا طسة لا جسر. ايش قد هاي الحوادث هنا؟ ها يومية عم حادث، يومية يومية حادث، الله شاهد يومية مليانة. هذا طريق بغداد مليانة منطقة الهاشمي، يومية هاي الشنطة يا حضرة. شنو يومية؟ شنو يومية حادث؟ ذاك اليوم حادث، ذاك اليوم واحد اندعم، ذاك اليوم اثنين اندعموا، حالة حالة اثنين اندعموا فيها. على هذا يقول المواطن، يقول لك اليوم ما يصيرش يا عمي، حادث عتبنا على القيم مقام، عتبنا على المحافظ، ما يصير هيجي، يعني ما يصير حتى منطقة الهاشمي، منطقة الهاشمي عمي، ها؟ يومية يصير فيها حادث، ما يصير يا عمي والله، يومية حادث هنا منطقة الهاشمي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. الآن مع فقرة صندوق الوارد لدينا هذه الرسالة، دعونا نقرأها لحضراتكم. نحن نخبة من خريجي كليات القانون في محافظة ذي قار، خرجنا للاعتصام أمام مبنى ديوان محافظة ذي قار بتاريخ الأول من تشرين الأول 2021، وما زلنا مستمرين لحين تسليم قائمة بأسماء المعتصمين، حيث تبدأ القائمة بالتسلسل الأول واحد حسن عماد حسن، وتنتهي بالتسلسل 536 يوسف محمود كريم، آملين أن تمدوا لنا يد العون وأن تساعدونا في الحصول على حقنا المشروع التعيين، كونكم
أهل لها وأصحاب مواقف مشابهة مع فائق الاحترام ووافر الامتنان. مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أيضا أن ترسلوا لنا ما ترغبون بعرضه عبر شاشتنا من خلال منصاتنا الإلكترونية المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي المعتمدة التابعة لقناة الرافدين الفضائية. نراكم بعد قليل. أهلا بكم إلى الهاشتاج. يواصل خريجو معاهد النفط حراكهم على منصات التواصل الاجتماعي للضغط على وزارة النفط ولفت انتباهها بعد تجاهلها لمطالبهم في التعيين خلال السنوات الماضية، بالرغم من تنظيمهم لمئات الوقفات والتظاهرات المطالبة بتوفير فرص العمل. دعونا نستعرض عددا من التغريدات مع الوسم الذي أطلقوه والذي جاء بعنوان حق معاهد النفط. محمد يقول: أعطونا حقوقنا، التعيين على الملاك الدائم مطلبنا. في تغريدة من حسين يقول: وعد الحر دين، لكن ليس للعبيد وعود، إن لم تكن عبدا فوفي بوعدك حضرة الوزير. علي يقول: نحن أصحاب معدلات عالية، وعدنا بالتعيين، لماذا كل هذا التأخير؟ وعدنا بالتعيين، لماذا كل هذا التأخير؟ عذرا. في تغريدة من علاء يقول: خريجي معاهد النفط يطالبون بإنصافهم بالتعيين المركزي، وهذا أبسط حق لهم لهذه الطبقة المتفوقة. إذن هذه جزء من تغريدات مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أيضا أن تشاركوا في موقع تويتر لمتابعة التغريدات الواردة بشأن هذا الوسم أو المشاركة بالتفاعل معه. نراكم بعد قليل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى القصص المنوعة. أطلقت عريضة تدعو إلى تجريد توني بلير من وسام الرباط. توني بلير، تقول العريضة، لا يستحق أن يكون فارسا، هذا الموضوع جاء بسبب غزو العراق. هناك مطالبات كثيرة أطلقت للملكة إليزابيث الثانية لسحب لقب فارس من توني بلير، أحد الجزارين الذين قتلوا أبناء العراق. دعونا نتابع. مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى قصة أخرى لنتابع قصة الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش في سجون الاحتلال الصهيوني. يا رب افرج عليك، يا رب افرج عليك، يا رب. مبروك، هشام مبروك، هشام اضحك مبروك،
اضحك يا شيخ. مبروك مبروك. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.